وصلت مرحلة الثراء وظهر قرصان في حياتي خسرني كل شيء. آخ رجعت إلى الصفر، سنتين ظليت في البيت. آخ واختفت الضحكة من حياتي، انصحيني أي دورة أخذ، أريد أرجع مثل قبل. آه يا حبيبتي صراحة الموضوع مو هين، يعني موضوع اختبارات القراصنة مو هين. أنا أبغاك تحضرين قراصنة المال، بما أنه اختبار كان كذا وطحتي في هذا الاختبار، فأبغى أنك أنت تحضرين قراصنة المال وتفهمين الموضوع صح، لأن عندك رسالة تحتاجين أنك تفهمينها. تقول دكتورة أقدر أصنع صيت الغنى من خلال حساب في سناب أو إنستغرام، المتابعين أغلبهم ما يعرفوني شخصيا. حبيبتي يعني تقدرين، سهل، خديعة الناس سهلة، ضحك عليهم سهل، الناس يصدقون كل شيء. بس إني أنا ما أحب، ما أحس إنه الكذب طريق صحيح، ما أحس إنه الكذب طريق صحيح. يعني ممكن إنك أنتي يعني مرات خلنا نقول مثلا عندك صديقة ثرية تروحين تصورين عندها، بس ما تقولين إنه هذا بيتنا، عرفتي؟ يعني مرات كذا، يعني الحياة فيها أشياء وأنتي مو مضطرة تقولين تفاصيل. إذا كان قصدك هالشيء أوكي ماشي، يمكن يعني أتقبلها. يعني صيت الغنى جيد، ومرات لما يكون الشخص مو قد هذا الصيت يكون مخيف بالنسبة له، ممكن يعرضه لأشياء سيئة، ممكن يعرضه لأخطار، ممكن يعرض الأخطار. يعني ممكن الآن لو صورتي وكذا يعني صار عندك طابور عند الباب يشحتون، ايش تسوين فيهم؟ ايش تسوين فيهم؟ ايش تقولين؟ لا تراني والله كنت أصور بس كذا. فهمتي قصدي؟ يعني شلون أنت يعني مستعدة لتبعات هذا الادعاء؟ فصيت الغنى جيد، لكن لابد فعلا يكون هذا الشعور موجود وهذه الإمكانية موجودة. هلا حبيبتي تقول بابا عنده أملاك تساوي 1,000,000 يورو بس عمره ما يفكر يعطينا، هل إحنا ما عندنا كارما ثراء؟ الصراحة إنه أنا ما أدري ليش أبوك يعني علمك عن 1,000,000 هذه، صراحة يا هلا روحي قري تويتتي اليوم في تويتر. أنا ما أدري، ما أعرف ليش أبوك هو عشان كذا يعني ما عنده أكثر من 1,000,000. ليش يسمعني؟ بليز خليه يسمعني، بليز الله يخليك. لا عاد تعلم بنتك ولا عيالك ولا زوجتك، ولا عاد تقول لهم كم عندك من 1,000,000. شوف النتيجة، شوف النتيجة. هلا هالحين قاعدة عينها على 1,000,000، قاعدة تشوف 1,000,000 تقول متى يعطينا، ليش ما عطانا، وش السالفة، وأبوي بخيل مو بخيل، وش القصة، ليش ما عطانا، ليش ما قسم 1,000,000، ليش ما أنت ليش علبتهم في 1,000,000؟ ليش ورطتهم؟ ليش قفلت روسهم، قفلت الإبداع اللي عندهم، قفلت الشغف اللي عندهم للحياة، قفلت اهتمامهم بأنهم يكونون أثرياء، بأن يكون عندهم رغبة في الحياة، أنهم يتوظفون، أنهم يكونون شيء، أنهم ينجزون. ليش؟ هلا حبيبتي أبغى أقول لك 1,000,000 مليون أبوك، 1,000,000 مليون أبوك، ما هي حقتك، ما هي لك. بليز الله يخليك، إذا في أحد برمج مخك أو قال لك من حقك أو قال لك يعني أوكي بكرة لما يتوفى الله يرحمه إذا باقي منها شيء ولا ما باقي، بكرة عاد يعني حلا، لكن حاليا مالك أي دخل فيها، لا تناظرينها ولا تفكرين فيها ولا تنشغلين فيها ولا تسألين ليش ما عطانا ولا ما عطى. أصلا هو المفروض ما يعطيكم، عادي it's okay. بس أنا مستغرب ليش أنتي دريتي، بس هذه النقطة الغريبة بالنسبة لي، ليش معلمكم؟ فهلا بليز إذا فعلا تبغين كارما ثراء ركزي على نفسك، خلي 1,000,000 أبوك لأبوك، انشغلي بنفسك، أوجدي 1,000,000 يورو لنفسك أنت، أوجدي خبراتك، إبداعك، ذكائك، شغلي كل طاقاتك عشان تكونين ثرية وتدخلين في كارما الثراء. ستوب تفكرين في أموال ما هي أموالك. ذمة أبوك المالية ترى مستقلة، ترى ما هي فلوسك، وأنتي تقدرين، أنتي تقدرين، تقدرين تكونين ثرية بدون أبوك. أنا موظفة وراتبي جيد وعندي نسبة من الحرية المالية، أي كورس ممكن يفيدني؟
عليا انا اقترح عليك انك انت تنوين الثراء وتشتغلين على كارما الثراء، انك انت يعني تهتمين بهذه النية اكثر بما انك في هذه المرحلة، ويعني تدرسين كارما الثراء بعمق وتطبقين، وممكن ايضا تاخذين قراصنة المال لانه ممكن بعد بيجيك اختبارات. دكتورة فاطمة حبيبتي تقول، فاطمة تقول وضعت نية الثراء ممكن يرجع لي مالي من شخص استدام مني؟ لا ما اعتقد، لا لا، اذا فوت التاريخ لا. تكلمت عن هذا الموضوع في قراصنة المال، المتدين إذا فوت التاريخ انسي، انسي الموضوع، سوري آسفة، بس في يعني تقدرين تحصلين الأموال من طرق أخرى، بطلي تعلق في القصة هذه، وخطأ أخطأتيه وعدليه. اسمعي قراصنة المال راح تفيدك. هل الإسراف يمنع الثراء؟ طبعا بدون أدنى شك، بدون أدنى شك أنه استخدام المال بطريقة غير صحيحة أو استخدام المال بطريقة فاسقة، الفسق في استخدام الأموال يعني يطيرها من عندك بدون أدنى شك، بدون أدنى شك. وانت تقدر تشوفها من خلال أبناء الأثرياء اللي ما عندهم نية ثراء أنهم يحصلون على الأموال، يكونون في طاقة أبوهم أو في طاقة أجدادهم، طاقة كارما الثراء، فسق فسق فسق، يعني يفسفسون الفلوس كذا ويطيرونها، وبعدين خلاص تمحق هذه الأموال وتطير كلها. لذلك اللي يدخلون في كارما ثراء هم يدركون هذا الشيء، يدركون أنهم يعني لابد يكون عندهم صرفية متوازنة مع مستواهم، ما يصرفون شيء أعلى من مستواهم. لكن شفت شخص يصرف أعلى من مستواه تخاف عليه، تخاف أنه رايح للطريق المنحدى، تخاف في شيء مو طبيعي، تعرف أنه في شيء مو أوكي، في شيء مو طبيعي، يعني هو في كارما ثراء ولا جايته الفلوس بطريقة مو أوكي، ولا هو ابن ثري، ولا مخ أثرياء، ولا مو مخ أثرياء، فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تالي الفسق والإسراف واستخدام المال في، ما أقول في غير موضع، في أكثر من 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 احتياج اللي موجود عندك، ها مو بكرة تقولون لي والله هذا شرى طيارة ما 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 محق المال اللي عنده، طيارة تناسب المليارات اللي عنده، صح؟ بيت قصر يناسب الملايين اللي عنده، فهي نسبة وتناسب. لكن لما الواحد يسرف بالتالي يعني يدفع شيء لا يناسب الكميات اللي عنده كذا، أقول هذا فاسق، هذا فعلا مسرف. زي واحدة مثلا راتبها 20,000 تروح تشتري شنطة الشانيل 20,000، هذه مسرفة، هذه مسرفة. بينما شخص والله عنده طيارة ويعني يتغدى ويتعشى بوفيه مو مسرف، لأنه هذا مبلغ زهيد من الأموال اللي عنده. فلا بد أن احنا ننتبه يعني للنسبة والتناسب هذه. كل الأغنياء مسرفين؟ لا، كل الأغنياء غير مسرفين، أو خلنا نقول كل الموجودين في كارما الثراء اللي صنعوا كارما الثراء بأنفسهم، اللي صنعوها بأنفسهم، هم مش مسرفين أبداً. لا يمكن يكون مسرف، هو يعرف كيف صنع المادة هذه، لا يمكن يكون مسرف، لا يمكن. لكن الأشخاص اللي برا كارما الثراء، نعم من السهل أنهم يكونون مسرفين، أو الأشخاص اللي جاهم الثراء هم ما صنعوا هذا الثراء. سامية تقول عندي 3 مداخيل، وظيفة ومشروعين، لكن مصاريفي غير منظمة، كيف أعدل نفسي وعائلتي هالكتني؟ والله كلمة عائلتي هالكتني هذه مرة مخيفة بالنسبة لي، مرة مخيفة. يعني السؤال انه انت الان هل عائلتك هم، طبعا بدون ادنى شك انهم ضمن كارمتك، لكن السؤال هم يعني ما حد يشتغل، ما حد عنده وظيفة، ما حد عنده مشروع، يعني كلهم يعني عاطلين باطلين وانت بلشانة فيهم، هذه قصتهم؟ يعني اذا هذه قصتهم صراحة انا خائفة انه الطريق مو اوكي، مو اوكي انه عندك مثلا شباب وبنات في سن انهم يقدرون يشتغلون، يقدرون يعني يقفون على رجلينهم ويسوون شيء، ويعني حاطين يدهم على خدهم قاعدين ينتظرونك يعني تكدين عليهم، فهذا يقلقني اذا كان هذا هو الشيء. اذا كان والله لا، والله هم يشتغلون ويسوون كذا، بس يعني في يعني ايش المصاريف الثانوية ما حد يقدر يسويها إلا أنا، فبالتالي أنا قاعدة أحط هالمصاريف الثانوية، أقول لك ليش قاعدة تدفعين هالمصاريف الثانوية؟
ليش؟ خصوصا انه شعورك مو جيد على فكرة. يعني كلمة هالكيني هذه، عائلتي هالكتني هذه، هذه شعور مو جيد، معناها انت متضايقة يعني. فمهم انك انت تعرفيني اذا في هي احتياجات رئيسية واساسية، هل هم مقصرين؟ تالي مرات انت تحتاج انك تخلي الشخص يعيش اختبار عشان يتحرك، عشان يوصل لنتيجة. مرات مساعدة الاشخاص الغلط تجعل الخطأ مستمر، مرات مساعدة الأشخاص الغلط تجعل الغلط مستمر. لذلك مرات لازم ترفعين إيدك عن بعض الأشخاص اللي يعني نايمين وحاطين رجل على رجل. لا يا عمي، قم واشتغل واجتهد، أنت تقدر، مو ما تقدر. لكن تقولي والله في مريض أمي، والله في، أقول لك نعم أنت مسؤولة عنهم، وإذا كان شعورك هذا أرجوك عدلي شعورك، عدلي شعورك. إذا أنت قاعدة تدفعين لشخص مريض، أمك، أبوك، أشخاص كبار في السن، أقولك عدي شعورك. هذول أفكار متك، ولو ما لقوا يأكلون ولا لقوا بيت، أنت راح تتألمين. لكن أنت رتبيها بطريقة يعني زي بنقول ذكية وحصيفة، أنك أنت تقدرين تعيشينهم العيشة المتناسبة مع دخلك. ما تقعدين يعني تخلينهم يعيشون في خيالات، تخلينهم يعيشون في تصورات غير واقعية.